يعني معانا بعض المعلومات عن معتمد جمال. معتمد جمال على فكرة كان معايا مساعد في مسيرة صلاة، ومن زمان يعني قبل ما يتدرج ويبقى مع منتخب مصر ثم مع شوقي غريب، كان برضو شغال في الزمالك قبل كده. لكن هو هادي، شخص هادي، شخص قدراته هادية وصفاته هادية. انا عارفه كويس، وزي ما قلت لكم اشتغل معايا من فتره، كان مع مؤمن سليمان ومعتمد جمال، وحقيقه صح حققنا الصعود للدوري الممتاز في هذه السنه. معتمد جمال بعض المعلومات عنه: مواليد 2 اغسطس 73، 50 سنه، ابناء نادي الزمالك، وكان لعيب مميز جدا في خط الدفاع. كان من ابناء نادي الزمالك في المنتخب الاولمبي، ضم معاه حازم امام، متر عبد الهادي، اسامه نبيه، ودول اللي توجوا بذهبيه دوره الالعاب الافريقيه في زيمبابوي 1995 بقياده الهولندي رود كرول. واجه سوء حظ كثير جدا في مسيرته كلاعب، تعرض لاصابه الرباط الصليبي اكثر من مره، ليقرر الاعتزال مبكرا للاصابه. تتذكر له جماهير الزمالك تتويج ببطولة افريقيا ابطال الدوري 96 امام شوتنج ستار، وتسجيله ركلة الترجيح الاولى لفريق نادي الزمالك. كرر ايضا تسجيل الركلة الترجيحية الاولى امام المقاولين العرب في السوبر الافريقي 97 ليساهم في تتويج الزمالك في هذه البطولة. خلال مسيرته مع الزمالك حصد اربع القاب: بطولة افريقيا ابطال الدوري والسوبر الافريقي والافريقي اساوي وكاس مصر. الفترة خلال كانت قليلة جدا لان هو كان بطل زي ما حضراتكم عارفين وهو مصاب. كان مدرب مع رود كرول 2007 2008 وخد كاس مصر. كانت مسيرته الرياضيه معظمها مع منتخبات المختلفه، فئات الشباب والمنتخب الاولمبي. قاد منتخب مصر للشباب لوصول بطوله كاس افريقيا في زامبيا في 2017. شارك في دورتين اولمبيتين كمدرب مساعد في لندن 2012 وطوكيو 2020. توج ببطولة افريقيا الاقل من 23 عام، كان مع كابتن شوقي غريب في القاهرة في 2019، ودي كانت يمكن اقوى محطة له في مسيرته التدريبية. كان اخر مرة مع شوقي غريب في المقاولين العرب ثم اعتذر عن اكمال المهمة. تمنياتنا بالتوفيق ليك يا معتمد ان شاء الله، ولعيبة الزمالك تساعده. يعني لعيبة الزمالك، المدرب يا جماعة من غير لعيبة عندها روح وعندها إصرار وعندها حماس مش هيعمل حاجة ولا حاجة.